مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية في الصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 2 ستوري تايم، اليونت الثاني الستوري تايم، الفقرة المخصصة للقصة. احنا بعد تعودنا من اليونت الأول عرفنا أنه الدرس التاسع يعتبر مراجعة، والدرس العاشر راح يكون قصة بكل يونت، أو بنهاية كل يونت راح نتعرف على قصة جديدة. هنا يقول لي ستوري تايم، قصة أو وقت القصة، نيو ييرز داي ان لندن، عيد رأس السنة في لندن. إذن اليوم راح نتحدث حول قصة موجودة في عيد رأس السنة أو وقت مالتها بعيد رأس السنة، تحديدا لندن، يعني القصة تدور أحداثها في لندن. شو يقول؟ ركزوا وياي وحاولوا تطلعوا الكلمات اللي راح نطلعها لأنها مهمة جدا، ومن الممكن تجيك بسؤال المتعلق بالقصص. فشو يقول لي؟ يقول لي I'll never forget January the first. أنا لن أنسى January، شهر يناير، the first، الأول من شهر يناير. يعني يقول أنا أبدا ما راح أنسى يوم واحد واحد يناير أو جانواري اللي هو الشهر الأول، first، الأول، الأول من شهر الأول، الشهر الأول من شهر يناير، يعني يوم واحد واحد، يعني عيد رأس السنة. يقول أنا أبدا ما راح أنسى January the first، الأول من شهر يناير. I was in London، كنت في لندن، with my parents، مع والداي، and older sister هالة، وأختي الكبرى هالة. هسه حاول تطلع أو تركز على المفردات أو الكلمات أو المعلومات اللي راح نطلعها. إذا هنا عندنا شخص ما عرفنا اسمه لحد الآن، رايح ويا من؟ ويا his sister هالة، ويا أخته هالة، and his parents، parents والده. إذا هم رايحين وين؟ to لندن أو لندن آي. هسه راح نجي نتعرف، لندن آي هي عين لندن، يعني كمعنى معناها عين لندن. شنو هي عين لندن؟ هي عبارة عن big wheel، big wheel معناها دولاب هواء كبير، معروف بالعالم كله انه لندن آي، عين لندن، هو عبارة عن اكبر دولاب هواء بالعالم. شو يقول؟ يقول we wanted to go to the London Eye، اردنا الذهاب في عين لندن اللي هو البيج ويل او الدولاب الهواء الكبير. That is a big wheel، احفظ لي هذه العبارة، وهو عبارة عن ويل يعني عتلة أو عجلة، بيج كبيرة. إذا هم راحوا لعين لندن. إذا سألك الأستاذ داخل الصف قال لك What is London Eye؟ ما هو عين لندن؟ لازم تقول له It is a big wheel، هو عبارة عن دولاب هواء كبير، دولاب هواء كبير. كلمة ويل معناها دائرة حديدية كبيرة، هنا مقصود بها الدولاب الهواء. That takes you up in the air، هذا البيج ويل او الدولاب الهواء الكبير ياخذك الى الاعلى، in the air، بالهواء، above لندن. above لندن معناها اعلى لندن. اذا هو الفكره مالته انه من تصعد بهذا لندن اي اللي هو عين لندن او البيج ويل دولاب الهواء الكبير، ياخذك للاعلى الى اعلى قمه هذا الدولاب الهواء، وتشوف بها كل ارجاء لندن. وراها شو يقول لي؟ It is، ركز وياي، It is 135 meters، إنه على ارتفاع 135، and is next to the river Thames، ومجاور لنهر التايمز. نهر التايمز هو سامعين به، شلون نهر الأمازون، نهر النيل، هذا من الأنهار المشهورة. نهر التايمز موجود في لندن، إذا هو يقع موقع هذا لندن آي، دولاب الهواء، موقعه بجانب نهر التايمز. وراها يقول لي people say that the view from the top is fantastic، يقول الناس بأن الساي، ركز وياي، الفيو معناها المنظر، هذا كلش مهمة، view from the top is fantastic. يقول الناس، يقول أنا ما متأكد بس العالم قالوا لي إنه المنظر إذا صعدت بعين لندن، المنظر من أعلى دولاب الهواء is fantastic، مذهلة. You can see all over London، سوف ترى كل لندن، and London is over 80 kilometers wide، والتي يبلغ مساحتها 80 كيلومتر مربع. هسه هذا الفقره الاولى عرفنا انه شخص اسمه ياسر، بما انه بالمناسبه يقول لي What is ياسر see from the top of the big wheel، ما الذي راه ياسر من اعلى القمه المتعلقه بعين لندن؟ Was he happy، هل كان سعيدا؟ اذا القصه كلها متمحوره حول شخص اسمه ياسر. اذا الشخص اللي احنا بدنا نحكي عنه اسمه ياسر. ياسر رايح ويا هالة اللي هي أخته، and his parents، ووالده، to the London Eye، إلى عين لندن،
to see all over London, لكي يرى كل أرجاء لندن from the top, من الأعلى أو من القمة. هسه وراها شي يقول لي, يقول لي we went out after breakfast, ذهبنا للخارج, طلعنا برا بعد البريكفاست, بعد وجبة الإفطار. It was cloudy and cold. ركزوا وياي هسه. هو راح الآن لندن لسبب واحد, على مود يشوف كل أرجاء لندن, على مود يستمتع بالمنظر اللي قالوا عنه الناس إنه جيد. لما طلعوا على مود يروحون عن لندن, شاف إن الجو cloudy غائم and cold بارد. There were not many people in the street. لم يكن هنالك الكثير من الناس في الشوارع. ماكو أحد بالشارع. Because the evening before was the New Year's Eve. ركزوا يا عيال, هاي معلومة جدا مهمة. شو يقول لي؟ يقول ما كانكوا أحد بالشارع لما طلعوا على مود يروحون عن لندن. ما كانكوا أحد بالشارع أو أكو ناس قليلة بالشارع. ليش؟ لأن the evening before, الليلة التي سبقتها, الليلة التي سبقت خروجهم من البيت, was New Year's Eve, كان عيد رأس السنة. احنا ذكرنا بداية القصة انه I'll never forget the January the first, انا ابدا لن انسى الاول من يناير. الاول من يناير يعني شنو؟ يعني واحد واحد. فالاول من يناير اللي هو January the first يسبق يوم, هذا اليوم اللي يسبق اللي هو 31/12 شو نسميه؟ نسميه New Year's Eve, عيد رأس السنة أو الليلة التي تسبق رأس السنة اللي يقومون بها بعمل الاحتفالات. The last day of the old year. شنو هذا New Year's Eve؟ أو شنو تسمية New Year's Eve؟ تسمية New Year's Eve اللي هي عيد رأس السنة أو الليلة التي تسبق رأس السنة, شو تقول؟ تقول The last day of the old year, هي آخر يوم أو آخر ليلة في السنة السابقة, في السنة اللي انقضت. On New Year's Eve, في رأس السنة أو في هذا اليوم اللي يسبق رأس السنة, people there have a party, الناس هنالك يحضون بحفلة. شوفوا هنا أنا. أكو سؤال هنا أنا ممكن الأستاذ يسألهم داخل الصف كتحضير يومي أسئلة شفوية. شو يقول لي؟ يقول لي كمثال What is the New Year's Eve, ما هو New Year's Eve؟ خلينا نجي نطلع هاي الأسئلة. What is New Year's Eve, شنو تعريف الـ New Year's Eve؟ لازم الطالب يعرف يجاوب هذا السؤال. شنو تعريف الـ New Year's Eve؟ تقولنا The last day of the old year. The last day هو آخر يوم of the old year, آخر يوم بالسنة السابقة اللي انقضت. وراها راح يسألني سؤال آخر. طبعا هاي الأسئلة كأسئلة شفوية بداخل الصف كتحضير يومي, وبعد قليل راح نتعرف على الأسئلة التحريرية اللي تجينا من الامتحان, وإنما هسه مجرد على مود تروح محضر للصف أو للدرس. فهنا شو راح يقول لي؟ يقول لي في عيد رأس السنة أو هاي الليلة اللي نسميها New Year's Eve, people there have a party, الناس شو يسوون؟ Have a party, يحضون باحتفالية, يسوون احتفالية. They visit friends, يزورون أصدقائهم. إذن هاي الشغلة الثانية. Or walk, ثالثاً walk, يتمشون. Round the street, يتمشون في الشوارع. At the midnight, وفي الليل. They hold hands, ركز وياي, يمسكون بأيادي بعض. And sing a special song, ويغنون أغنية خاصة. هسه هنا من الممكن يسألني سؤال. شو يقول لي؟ يقول لي What do people do, ماذا يفعل الناس in New Year's Eve, ماذا يفعل الناس في هذا اليوم اللي هو New Year's Eve, اليوم اللي يسبق رأس السنة؟ شو يسوون؟ يسوون عدة أمور. أولا have a party, تقدرون تعددون تقول له مثلا أولا have a party, يحضون بحفلة, يسوون احتفالية. ثانيا hold hands, يمسكون بأيادي بعض. and sing, ويغنون special song, يغنون أغنية خاصة. ثالثا visit, يزورون friends, يزورون الأصدقاء relatives, الأقارب إلى آخره. إذن عدة أمور يقوم بها هذا الناس أو هؤلاء الناس بالنيو ييرز إيف. شنو النيو ييرز إيف؟ هي اليوم أو الليلة التي تسبق رأس السنة. وراها قلنا يغنون أغنية خاصة. They go to bed late,
ويذهبون إلى النوم متأخرين، يعني ينامون متأخرين بالليل. فهنا راح يفسر لك، يقول لك ليش قبل شوية، ليش ما شاف أحد بالشارع، أو لما طلعوا بعد ما تريقوا وطلعوا على مود يروحون العين لندن، ليش ما لقوا أحد بالشارع؟ لأن أولا هو يوم واحد واحد، وواحد واحد الليلة اللي سبقتها شنو؟ النيو ييرز إيف. والنيو ييرز إيف يعني شنو؟ يعني الناس محتفلين بالليل ومتأخرين بالنوم، لذلك راح يقعدون أو يصحون متأخرين. At the London Eye، في عين لندن، we got into one of the cabins، دخلنا في إحدى الكابينات، الكابينات اللي يدخلون بها بداخل دلاب الهواء. As the door closed، عندما أغلق الباب، it started to snow، بدأ الجو يثلج، يعني بدأت يتساقط الثلج. وراها look هالة it's snowing، ركزوا وياي. ايش قال لها؟ قالها انظري يا هالة انها تثلج، يتساقط الجليد. I shouted، صرخت بأعلى صوتي. We started to go up and up، ركزوا وياي. بدأنا بالارتفاع اعلى فاعلى بدلاب الهواء. As we went higher، عندما ارتفعنا بشكل اعلى، and higher، واعلى، the snow got thicker and thicker. شو يقول؟ يقول كلما ارتفعنا بالدلاب الهواء اعلى فاعلى، the snow، الجليد، become thicker and thicker، اصبح اثخن او اسمك فاسمك، يعني قام يتساقط بشكل فظيع. When we reached the top، عندما وصلنا الى القمه، we could see nothing but snow. ركز لي، لا نستطيع، لما وصلنا كلش للقمه، لم نستطع رؤية أي شيء سوى شنو؟ سوى الجليد، الثلج أو الجليد. We couldn't see the ground، لم نستطع رؤية الأرض. We could not see the famous view، لم نستطع رؤية المنظر المشهور اللي قالوا عنه الناس، أنه إذا وصلت للقمة راح تشوف كل لندن، وهذا فشي مذهل جدا. يقول إحنا ما شفنا هذا الشيء، لأن ما شفنا غير بس السنو. شنو هو السنو؟ الجليد. وراها only snow، فقط سنو، فقط الجليد. We were in a white cloud، كنا بداخل غيمة سوداء أو غيمة مظلمة. Are you frightened هالة؟ I asked. أنا سألتها، من هو أنا؟ إحنا قلنا القصة متمحورة حول منه، حول شخصية اسمها أو شخص اسمه ياسر. فلما يتحدث هو، من هو اللي يتحدث؟ يقول أنا سألتها. من هو اللي يسأل؟ اللي يسأل ياسر. ياسر سأل هالة، قالها Are you frightened؟ أخذنا كلمة frightened سابقا، معناها مرعوب. هل أنت مرعوبة؟ هل أنت خائفة يا هالة؟ قالت له no. She said، قالت كلا. Are you؟ وأنت؟ يعني أنت مرعوب لما مرعوب؟ فش جاوبها؟ I said nothing، لم أقل شيئا، يعني هو ما جاوب، ظل هيك ساكت، يعني متفاجئ بالمنظر اللي شافه. Mom and dad said nothing، أمي وأبي لم يقولوا كذلك أي شيء. The wheel turned slowly and took us back to the ground. ثم دار هذا الدلاب الهواء وأخذنا إلى الأرض مرة أخرى. It was still snowing، وكان لا زال الجو يثلج، لا زال يتساقط الثلج. It snowed all the day، لقد أثلجت طوال اليوم. No، I'll never forget the New Year's Eve in London، كلا أنا لن أنسى أبدا عيد رأس السنة أو رأس السنة في لندن. هذا ما يخص كل المعلومات المتعلقة بقطعة أو قصة New Year's Day أو New Year's Day in London، عيد رأس السنة أو رأس السنة في لندن. استخرجنا ملاحظاتها، حاولوا تكتبون هاي المعلومات، وقبل دقائق شوية راحت هاي المعلومات، حاولوا تكتبوها. احنا قلنا أن القصة متمحورة حول ياسر، شخص اسمه ياسر رايح ويا أخته اللي اسمها هالة، وبعد والبارنتس والداه المن رايحين إلى لندن، إلى عين لندن، على مود يحتفلون بعيد رأس السنة باعتبارهم أو باعتبار القصة متمحورة حول رأس السنة. وراها الآن ننتقل للأسئلة المتعلقة بها، حاولوا تحضرون هاي الأسئلة لأنها أسئلة مهمة جدا لامتحان الشهر الثاني المتعلق باليونت الثاني، أسئلة القصة. شو يقول لي؟ يقول لي answer the questions، أجب على الأسئلة. Who are the characters of the story؟ من هم الشخصيات in the story؟ من هم الشخصيات اللي بالقصة؟ ذكرنا أن القصة متمحورة حول أربع شخصيات، اللي هم من هم؟ ياسر زائدة and his sister وأخته. شو اسمها أخته؟ and his sister هالة، لازم الأج كابيتال، زائدة and
their parents ووالداهم. إذن القصة كلها بتمحور حول أو الشخصيات الأساسية بالقصة هم ياسر وهالة اللي هي أخته and their parents ووالداهم. What is the story about؟ عن ماذا تتحدث القصة؟ هنا طلاب كل واحد يقدر يجاوب بالكلمات اللي يرغب بيها. يعني هنا أكو أكثر من جواب نموذجي. يعني كمثال أنا أقول إن القصة about ياسر and his family. القصة متمحورة حول ياسر وعائلته. Who went, الذين ذهبوا to London eye, إلى عين لندن. شخص آخر يقول لي لا أنا أريد أستخدم جواب آخر. شنو هو الجواب اللي ممكن أستخدمه مثلاً باستخدام كلمات أخرى؟ كمثال أقول له arrive on a London eye. Arrive عبارة عن رحلة on a London eye في عين لندن on a snowy day في يوم مثلج إلى آخره. أنا أقدر أستخدم أكثر من جواب نموذج لهذا السؤال لأن هو يقول لي القصة عن شنو تتحدث. فكل واحد يقدر يفسر القصة أو يعبر عن القصة بالطريقة اللي يرغب بيها. نحن السؤال شو يقول لي؟ يقول لي why were the streets quiet؟ لماذا كانت الشوارع quiet هادئة؟ ليش إحنا لما ياسر وعائلته طلعوا على مود يروحون العين لندن ليش كانت الشوارع هادئة؟ ليش ما كان أكو أحد هواي؟ أو ليش ما كان أكو ناس هواي؟ تقول له because لأنه the night before الليلة التي سبقت ذهابهم was New Year's Eve. لأن الليلة التي سبقت ذهابهم إلى عين لندن كانت New Year's Eve. شنو هو New Year's Eve؟ قلنا هي الأعياد أو عيد احتفالية عيد رأس السنة اللي New Year's Eve. وراها What is the name of the last day of the year؟ شوف هنا أنا شي يقول لي، يقول لي ما هو اسم the last day آخر يوم in the year أو of the year. ما هو اسم آخر يوم بالسنة؟ سمينا New Year's Eve. New Year's Eve هذا التسمية كلش مهمة. أو مثلا ممكن يسأل قلت لك السؤال بداخل الصف What is the New Year's Eve؟ ما هو the New Year's Eve؟ لازم تقول له It is the last day of the previous year. هو آخر يوم بالسنة السابقة. وراها What do people do in this day؟ ما الذي يفعله الناس في هذا اليوم؟ بهذا اليوم اللي هو New Year's Eve الناس شو تسوي؟ احنا قلنا هواي فعاليات يسوون. كمثال أقول They have a party. يحضون بحفلة يسوون احتفالية. They hold hands. يمسكون بأيادي بعض. And sing ويغنون special song أغنية خاصة. بعد أقدر أضيف نعم they visit يزورون friends يزورون أصدقائهم إلى آخره. أقدر هواي أسوي أو أذكر أمور يسووها برأس السنة. هذا جزء أو بعض الأمور اللي يسووها برأس السنة. they have a party يحضون باحتفالية. they hold hands يمسكون بأيادي بعض. sing a special song يغنون أغنية خاصة. visit friends يزورون الأصدقاء إلى آخره. السؤال الأخير هالة asked ياسر if he was frightened. هالة سألت ياسر بما إذا كان مرعوب. بما إذا كان مرعوب سألته قالت هل أنت مرعوب؟ زين قال لي why didn't he answer لماذا لم يجيبها؟ وظل ساكت لما سألته ظل ساكت ما جاوبها. ليش ما جاوبها؟ إن أنا عندك عدة احتمالات. حتى هو بكتاب دليل المدرس منطيك احتمالية يقول because كمثال ربما because he was frightened لأن يجوز كان مرعوب. ممكن يكون كان مرعوب. ممكن يكون كان متفاجئ كان متحمس كان سعيد. ما نعرف شنو هو شعوره بالضبط وما ذاكر شعوره الحقيقي بداخل القصة. وإنما هنا يريد يخلي الطالب يفكر. تتخيل ليش ياسر ما جاوب هذا لما سألته عن هذا السؤال؟ فأنت من خلال فهمك القصة تقدر تنطي الشعور مالته وتنطي السبب. ليش مثلا تقول ليش كان مرعوب؟ لأنه شاف شيء ما شايفه سابقا اللي هو السنو أو الجليد. واحد يقول لي لا كان ساد حزين. أقول له ليش كان ساد ليش حزين؟ أقول له كمثال he didn't see the
famous view, لأنه لم يقم برؤية أو لم يرى المنظر المشهور اللي أصلاً جاي على عين لندن على مود يشوفه إلى آخره. إذن هذا ما يخص الأسئلة، حاولوا تحفظون هذه الأسئلة وأجوبتها لأنها مهمة جداً بالامتحان الشهر الثاني، تحديداً بسؤال متعلق بالقصص. ننتقل إلى تمرين رقم 2. أنا نفس ما تعودنا سابقاً، يقول لي make your own notes، يقول لك أنت سوي الملاحظات الخاصة بك. شنو اسم القصة أو القطعة اللي قرأناها هسه؟ قلنا new years day in London I، هو عيد رأس السنة في عين لندن. بعد why I liked didn't like the story، أنا أقول لك عجبتك القصة ليش حبيتها، وإذا ما عجبتك أو ما حبيتها ليش ما حبيتها. كمثال أقول له I liked the story، أنا حبيت القصة because لأنه it is interesting لأنها ممتعة. كمثال أقول له and I love London لأنها ممتعة، لأن أنا أحب لندن، لأن أنا أحب القصص المتعلقة عن البلدان الأخرى إلى آخره. إذا أنا كل طالب يجاوب بالطريقة اللي تعجبه. قال لي زين شنو new words، شنو الكلمات الجديدة تعلمتها؟ كمثال الكابينز، كابينز الكابينات اللي موجودة بجيلاب الهواء. بعد كمثال new years eve، عيد رأس السنة أو الاحتفالية اللي تسبق يوم 1/1. بعد party كمثال حفلة، special معناها خاص إلى آخره. هنا الطالب يخلي الكلمات اللي كان ما يعرفها سابقا وتعلمها، او الكلمات الغريبه عنه اللي تعلمها من خلال هذه القصه. هذا التمرين مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير او الامتحان الشفوي. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. اخذنا بقصه اللي هي قصه راس السنه في لندن او في عين لندن، تعرفنا على شخصيات القصه، القصه عن شنو تتحدث، ووراها حلينا الاسئله المتعلقه بها. بقت فقره واحده اللي هي احنا نسينا نحل، انه اكون مطين سؤاليا بدايه القصه. يقول لي what did ياسر see from the top of the big wheel، ما الذي رآه ياسر من أعلى هذا البيج ويل؟ قلنا شنو هو البيج ويل؟ اللي هي لندن آي. شنو هي لندن آي؟ اللي هي ديلاب الهواء. ما الذي رآه ياسر من أعلى ديلاب الهواء؟ شنو هو اللي شافه؟ أقول له أما أقول له he saw nothing، لم يرى شيء، أو أقول له nothing but snow، لا شيء سوى السنو. شنو هو السنو؟ الجليد أو الثلج. إذن هو لما وصل للقمة، قلنا إنه لما وصل للقمة الثلج أو الجليد أصبح ثكرا ثكر، أسمك فأسمك، حتى أنه لم يرى أي شيء بسبب هذا الجليد. وراها ثانيا شنو ما يقول لي was he happy that he went to the London Eye، هل كان سعيدا بأنه ذهب إلى لندن آي؟ شوفوا هنا الطلاب، هذا الجواب أو هذا السؤال يحمل أكثر من إجابة. يعني كمثال واحد من الطلاب يقول yes he was happy، نعم كان سعيد. يعني شلون انت عرف انه كان سعيد؟ كمثال يقول because he went to the place that he didn't go to before، لانه ذهب الى مكان لم يذهب اليه سابقا، ما رايح له سابقا. واحد يقول لي لا he wasn't happy، لم يكن سعيد. ليه؟ راح اساله اقول له ليش لم يكن سعيد، او شلون عرفت انه ما كان سعيد؟ يعطي لي سبب. كمثال يقول لي because he didn't see the view or the famous view of the London Eye that people talk about، لم يقم برؤية المنظر المشهور اللي العالم تحكي عنه عن عين لندن. فهنا الإجابة تعتمد على رأي الطالب. فكمثال أنا أقول له yes he was، نعم لقد كان سعيد. واحد يقول لي no he wasn't، كلا لم يكن سعيد. كذلك هذا من السؤالين، بالإضافة إلى هاي الأسئلة اللي طلعناها من داخل القصة كتحضير يومي كأسئلة شفوية، أما بهم بالامتحان التحرير غير مهمة. فقط التمرين الأول متعلق بأسئلة قصة النيو ييرز داي ان لندن، اللي هو عيد رأس السنة في لندن أو في عين لندن، هي هاي المطلوب من أدك بالامتحان التحريري. هذا كل ما خص درسنا هذا اليوم. حاولوا تسجلوا هاي الملاحظات في الدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حساباتي اللي موجودة بأسفل الفيديو في الوصف.